مقارنة مع حجي قبل تقريبا سنة 95 والآن الفرق هنالك شاسع بالنسبة إلى التنظيمات وبالنسبة إلى الأماكن وبالنسبة إلى توفير الراحة الكاملة خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، سواء في الوصول إلى الحرم وسواء الطواف أيام كان الخشب وسواء المستعى أو الطواف، أما الآن فكل الأمور ميسرة، سواء أعيد وأكرر أن أكلمك عن فئتي كبار السن واللي مثلي، سواء في العربانات، في الجولف اللي يطوف ويستعي، ما على الإنسان إلا أن يستريح ويدعي الله والرجل يسوق الجولف. هذه أول حجة لي في الحياة، ورحت مع الوالد أنزين حفظ الله المملكة العربية السعودية وولاة أمرها لكل خير لما سهلوه لخدمة حجاج بيت الله الحرام. فاللهم لك الحمد على كل التياسير والتساهيل الذي وفروها. في كل مشعر من مشاعر الحج ذكرى مميزة. إن بغيت من الذين يوفرون الخدمة لحجاج بيت الله من إخواننا العسكر لوزارة الداخلية والقطاعات الثانية، اللهم لك الحمد، بل ويعتزمون عليك المساعدة. أشكر جميع القائمين على إدارة الحج، للأمانة كانت رحلة يعني جميلة وكل أمورنا سهلة وكانت الأمور ميسرة بفضل الله، ثم طبعا بفضل جهود القائمين على إدارة الحج، والحج يعني تبقى أجمل رحلة في العمر، نسأل الله القبول. شكرا في حجم السماء لإخواننا في المملكة العربية السعودية على إدارتهم للحج، وجزاهم الله خير.